احسن استغلال وجود بقى كادر مهم في النادي الاهلي، واكيد رؤيتك وانت بتتفرج على اي ماتش للنادي الاهلي مختلفه عن رؤيه المشاهد العادي او المشجع العادي. كيف رايت مباراه الامس بين الاهلي والمريخ السوداني؟ بدايه كلام كده وهندخل بقى في تفاصيل تانية كتير. مباراه امبارح انا كنت قلقان من حته، المريخ عامل حساب للنادي الاهلي طبعا، متوج بالمركز الثالث كاس العالم للانديه طبعا، الاهلي منتشي برضو. احنا كلاعيبه مصريين للاسف احنا بنتجاهل حته الطب النفسي الرياضي، يعني ممكن اللاعب المصري واخد ان هو يعني خلاص بقى انا دلوقتي برضو لعبت قدام بايرن ومركز ثالث وجاي من كاس العالم الانديه وتاريخ 6 مشاركات ويعني نقول ميداليتين في البطوله ديت للمركز الثالث، ممكن تاثر على بعض اللعيبه شويه، اللعيبه اللي ما عندهاش الخبرات الكبيره او اللي تقدر عندها اتزان نفسي او عندها ثقه في نفسها انها تفصل بعد كل بطوله او كل مباراه. امبارح المباراه انا شفتها الاهلي عنده رغبه كويسه جدا، عايز يكسب، عايز يجمع نقط في الفتره دي في الاول دور المجموعات دوت. عجبني كم لقطه كده، منهم الجول بتاع كهربا واصرار قفشه على ان هو عايز يجيب جول، حته ان هو يلعب بدماغه كوره كانت ممكن يعني تحرز هدف بدري مبكر، لكن عجبني جدا جدا تحرك كهربا، وعجبني في الهدف الثاني بتاع كهربا الكنترول بتاع الكوره، يعني هو قاطع كويس قوي، هاني حاططها له كويس قوي، يعني بلغه الكوره بقى ما تفزلكش واحده والثانيه جول، وهو ده المفروض اللي يبقى في لعبه الكوره عموما، العب اللي اعرفه، لما بحب اجود واحب ازود في حاجه مش موجوده فيا بتتقلب على طول عكسي على على الفرقه. تاني حاجه عجبني امبارح الفيرو بتاع الاهلي اللي وضب ظبط الكورتين لقفشه، التكوف بتاعه كويس قوي، بدا يفوق، اسمه اللي جاي من الجونه ديانج، اليو ديانج ولا بواليا؟ لا بواليا 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 سوري اه ربنا فك نحسه امبارح، فك نحسه انت فاكر؟ قعدنا سنه مع عمان وبعد كده فتحت بعد ايه ده سنه كامله الحمد لله. كان مين يا ربي؟ كان مش فيليكس، كان فلافيو، قعد سنه كامله وبعد كده ربنا فتح عليه وبقى يعني. فبواليا كان في الجونه حاجه ثانيه خالص، كاريزمته بدات تنصهر شويه مع بعض اللعيبه ومعظم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. عجبني قوي حته اصرار اولا موسيماني ان هو الى الفتره دي ويثبته، دي كويسه، بس انا خايف من حاجه. ايه بقى؟ انا ما بلعبش على 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 فرود واحد، يعني نمره 9 انا ما بلعبش عليه واحد، في معايا 1 و2 و3، مجرد ان اللعيب بياخد احساس ان هو هيبقى نمره واحد وهو ده اللي خلاص الاساسي يعني هيعتمد عليه، لا انا عندي لعيب واثنين وثلاثه، ارجو ان الموضوع دوت يعني يتدارك او يحسوه، لان اللعيب ما بيجيش غير بفوره الماتشات. مهما عملت خدت ماتشات وديه كتير، اتمرنت كتير، على ما اعتقد ان الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، لان الضغوط العصبيه اللي على اللعيب في فتره وجوده في النادي الاهلي بتمثل عبء غير عادي. اكيد مش اي لعيب طبعا. بواليا في الجونه هو الفرقه، طب فين بواليا في 3 4 ماتشات 5 ماتشات؟ والنادي الاهلي محتاج ان اللعيب اللي بيجي عنده يا يبقى اضافه قويه ليه ويزوده، يا اما جمهور الاهلي ما بيرحمش ده للاسف ما بيرحمش. هو سبورت ليكي قوي وجامد قوي وبيساندك كويس قوي، لكن في نفس الوقت انا عايز اداء وعايز نتيجه وعايز اهداف. طبعا هي دي المشكله اللي ممكن تتواجه لاي لعيب في النادي الاهلي. فعجبني بواليا جدا جدا جدا، كل التكوفات بتاعته بيستحوذ كل الكرات العاليه تقريبا بتاعته. شكل الاهلي عايز يجيب جول، شكل الاهلي عايز يكسب، شكل الاهلي عايز يكمل، شكل الاهلي مش عايز يقول ان احنا خدنا مركز ثالث لمجرد ان احنا تواجدنا في بطوله والبطوله دي احنا موجودين فيها بقالنا 6 جولات. فبصراحه الشكل عجبني والاداء عجبني، وفي المحصله النهائيه في بعض الماتشات بعض المباريات في البطولات دي بيبقى مش محتاج الاداء بس محتاج ال3 بونت بعد الفتره الكبيره ان الاهلي يلعب فيها 3 ماتشات في 7 8 ايام. طبعا قوه جامده جدا. صحيح. ضغط عصبي وانا متاكد طبعا ان الريكفري او الاستشفاء بيتعمل بسرعه جدا في النادي الاهلي بشكل احترافي كبير جدا، فعلى ما اعتقد ان الكلام ده كله خلص
وكان مكسب المريخ امبارح يعني يدي الثقه اكتر للنادي الاهلي. يعني